شهدت مشاركة مجموعة من الفاعلين المحليين والدوليين، مجموعة من المنظمات الحكومية والغير حكومية والمهتمين بمجال البيئة، وكذا المتابعة الإعلامية الكبيرة التي شهدتها. انطلاقا من هذا الموضوع وأهمية واعتبارا من الأهمية البالغة التي يعرفها الموضوع، التقت جمعية مصر والمزارع تنظم هذه الندوة العلمية ذات الحمولة العلمية الأكاديمية حول موضوع التغيرات البيئية وتأثيرها على البيئة. هذه الندوة التي سيؤطرها بالطبع الأستاذ الدكتور زمد الشدي، مشكورا، من تلاميذ مدرسة عمرو بن العاص ومدرسة بدر الابتدائية، التحق بالثانوية الإعدادية والسوس، حصل على بكالوريا علوم جريدة بثانوية المعرفة التأهيلية، التحق بجامعة ابن الظهر كلية العلوم شعبة الكيمياء، وحصل على شهادة الإجازة الأساسية تخصص الكيمياء التحليلية ومراقبة الجودة، حصل على ماستر متخصص في شعبة الكيمياء تخصص طرق التحليل والمعالجة من أجل جودة الدواء، أكمل الدراسة بنفس الجامعة في سلك الدكتوراه تخصص المواد والبيئة، فاعل جمعوي ومؤثر بمجموعة من الجمعيات المجتمع المدني لحنظر، مشرف على النادي الفكري التابع لجمعية الجزار حي، حضر في الجامعة الشتوية الشبابية دورة المهارات، أثر في دورات عدة للتفوق الدراسي ومنهج البحث، شارك في ملتقيات عالمية آخرها ملتقى الماء والبيئة بجامعة الأخوي بمدينة فرنسا، شارك في ملتقى وطني حول البيئة والمواد بجامعة ابن طفيل بكلية العلوم بالقناطرة. هذه نبذة ولمحة على حول حياة وسيرة زحمة الشدني. كما أسلفت الموضوع هو التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، محاور عدة سيشير إليها الأستاذ الدكتور حول مظاهر وأسباب التغيرات المناخية، الحلول الناجعة الممكنة حول الموضوع، ونقط أخرى سيشير إليها الدكتور عبد الأمثلة على تعطي الكلمة مباشرة. أنا سعيد أن أحضر بيان دعواتكم في هذه الأمسية الباردة لهذه الجمعية، جمعية مستقبل مزار للتنمية والثقافة. هذه الجمعية التي عودتنا على تكسير الجمود الفكري الذي تعرفه المنطقة، وقد كانت إلى حد بعيد متفوقة في اختيار المواضيع التي تعالجها، وهذا الموضوع الذي بصدده الآن التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة من بين المواضيع الكبيرة والمهمة التي أرقت العالم بأكمله وأرقت المغرب بصفة خاصة، وأصبح لازما البحث عن حلول لمعالجة إشكالية التغيرات المناخية والتأثيرات التي تسببها هذه الظاهرة الخطيرة. أشكركم كذلك على تحملكم لهذا البرد القارس، فهو من تأثيرات لهذه التغيرات المناخية ربما بصحة التعبير،
نشكركم على هذا الصبر ونطيل كثيرا في هذا المداخلة. سوف نتطرق إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة. سيكون موضوعا علميا صرفا، ولن أتحدث عن الاتفاقيات والمعاهدات التي تخص التغيرات المناخية، لأن تلك المسائل بين قوسين مسائل ربما تكتب في الأوراق فقط، ولكن إذا أتينا إلى التطبيق نجد شيئا آخر. إذن فالتغيرات المناخية هو موضوع علمي بحث وموضوع يستدعي التفكير، لأن الأجيال القادمة ستكون في خطر. الموضوع الذي سوف نتطرق إليه سوف يتحدث عن آثار التغيرات المناخية على البيئة، وسوف نبدأ بتلوث الهواء. إذا سأبدأ بتلوث الهواء، إذا كنت تشوف هذه الصورة يعني كتبين بأن هناك مجموعة من الصور إذا تبين يعني الاحتباس الحراري أو التغيرات المناخية التي تطرأ على كوكب الأرض. هذه فقط كبداية. إذا قبل الدخول إذا في معرفة التغيرات المناخية وأسبابها أو آثارها، لابد أن نتطرق إلى تلوث الهواء، لأن التلوث أصناف، مجموعة من الأصناف، إلا أن التلوث ديال الهواء يعتبر صنف مسبب فيما يسمى بالتغيرات المناخية. مكونات الغلاف الجوي، لماذا يتكون الغلاف الجوي؟ الغلاف الجوي يتكون من مجموعة من الغازات، ويمثل غاز نيتروجين أو الأزوت N2 نسبة تقدر بتقريبا 72%. إذا النسبة الكبيرة ديال الغازات إذا تمثلها إذا N2 أو ما يسمى بغاز النيتروجين، وتليه أو لو يليه غاز الأكسجين ونسبته تقريبا 21%. ثم هناك مجموعة من الغازات الخاملة كالأربون، نيون، هيليوم إلى آخره، ونسبتها في الهواء إذا تمثل تقريبا 0.9%. بالإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من الغازات تسمى بغازات الندرة، وهي ثاني أكسيد الكربون، ثم غاز الأوزون، أوتروا، غاز الميثان، أكسيد الكبريت، الهيدروجين، أكسيد النيتروجين، بخار الماء إلى آخره من الغازات. هذه الغازات كذلك تسمى بغازات الدافئة. لماذا تسمى بالغازات الدافئة؟ لأنها تسبب في تدفئة الكرة الأرضية أو الغلاف الجوي للكرة الأرضية. ازدياد تركيز هذه الغازات وغازات الندرة في الجو يؤدي إلى حدوث اختلال في مكونات الغلاف الجوي والاتزان الحراري. إذن زيادة هذا الغازات الندرة أو الغازات الدافئة إذا يحدث واحد المشكلة على مستوى الكرة الأرضية. لن يكون هناك اتزان، لأن أصل الكرة الأرضية في توازن، ولكن زيادة تركيز هذه الغازات في الهواء إذا تسبب اختلال أو تسبب إشكال على مستوى الغلاف الجوي. هذا كله يؤدي إلى تغيرات في المناخ والجو، وهذه التغيرات لن تؤدي إلى ولا تسبب في آثار سيئة على صحة وحياة الإنسان والأحياء. وأهم هذه الأخطار التي تؤدي التوازن الطبيعي وزيادة التركيز ثاني أكسيد الكربون، وسوف نرى فيما بعد هذا تركيز ثاني أكسيد الكربون وما يسببه من إشكال على مستوى الجو. مصادر تلوث الهواء، إذا لابد قبل أن نعالج على الإشكال المتعلق بالتغيرات المناخية، لابد أن نتعرف أولا على مصادر تلوث الهواء.
إذا لا أهم المصادر هناك المصانع، وهذه المسائل ربما أنتم تعرفونها. المصانع هناك وسائل النقل، هناك الاستخدامات المنزلية ووسائل التدفئة، السيارات ولا دخان السيارات إن صح التعبير، مصانع الإسمنت، معامل تكوين البترول، مصانع المواد الكيميائية، المركبات الثقيلة، القدرات كلها إذا مصادر لتلوث الهواء. علاش؟ لأن هذه المصادر كلها إذا تفرز غازات تسبب في التغيرات المناخية، تسبب في ما يسمى بالاحتباس الحراري. إذا هذا المصانع مثلا إذا تفرز نسبة كبيرة من غاز CO2 وما يسمى بثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون له علاقة، ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في علاقة طردية مع ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع CO2 أو ارتفاع ثاني أكسيد الكربون مع ارتفاع CO2 في الهواء، وسوف نعرف الميكانيزم أو الآلية ديال الاحتباس الحراري كيف تقع. تلوث الهواء هو تعرض الغلاف الجوي لمواد كيميائية أو جسيمات مادية، مركبات بيولوجية إلى آخره، تسبب ضرر للإنسان والكائنات الحية الأخرى. هناك نوعين من الملوثات في الهواء. هناك نوعين من الملوثات في الهواء يمكن تصنيفها إلى: هناك ملوثات طبيعية. إذا قلنا ملوثات طبيعية يعني أنها تأتي من المصادر الطبيعية كالبراكين مثلا. ثم هناك ملوثات ناتجة عن نشاط الإنسان، وهي الخطيرة، وهي التي تسبب تغيرات مناخية. لأن الملوثات الطبيعية وأن الطبيعة يمكن أن تعاود يعني ما يسمى بالأكسدة، يعني تؤكسد المسائل التي تفرزها. أما بالنسبة للملوثات الناتجة عن نشاط الإنسان فهي فالطبيعة لا تستطيع أن تقوم بأكسدتها أو ديغراداسيون كما كتسمى باللغة الفرنسية، يعني ما كتستطيعش أنها ديغرادي هذه المواد في الهواء. هذا الصورة إذا تمثل يعني أهم المصادر الملوثات الجوية الطبيعية. هذه الملوثات إذا تأتي في الغالب كلها من البراكين، تأتي من البراكين، تأتي من الحرائق ديال الغابات، تأتي من الأشجار، تأتي من الروض ديال الحيوانات إلى آخره. يعني هنا كتجينا يعني مجموعة من الغازات السامة كغاز الميثان مثلا، الغازات الطبيعية، ولا من خلال المصادر الاصطناعية. هنا كاين كما يسمى بليميسيون، يعني يعني بحال الا قلنا الانبعاث ديال هذه الغازات من هذه المصادر. اذا تنتقل هذه الغازات عن طريق ماذا؟ عن طريق ليفون هما الرياح. اذا الانتقال ديال هذه الغازات اذا تنتقل عن طريق الرياح لكي تسبب ما يسمى بالامطار الحمضيه، تصيب مياه الانهار والكائنات المائيه. كل هذا سببه ماذا؟ سببه تلوث الهواء. اذا المطر او الثلج الحمضيه يضر بالمنظومات البيئيه التي في الماء، يعني لا قلنا التي في الماء يعني بحال الانهار او البحار او المحيطات الى اخره، والتي على اليابسه كذلك، كاين على الماء وكاين على اليابسة. الغابات والبحيرات في أرجاء أوروبا كمثال وشمال أمريكا تضررت بفعل كبير بسبب الأمطار الحمضية. الأمطار الحمضية كذلك تضر بالنبات وتؤدي إلى صفرار أوراقها، كما أنها تتضرر بسبب عمليات كيميائية تحدث على مستوى التربة. بسبب الأمطار الحمضية هذه العمليات تؤدي إلى التخليص من العناصر المغذية وإطلاق المعادن. هذه كلها يعني مظاهر ديال هذا الأمطار الحمضية. إن المياه
في التربة والتي تكون غنية بالمعادن تتجه إلى البحيرات والأنهار وتصيب نباتات مائية أسماك كائنات أخرى تعيش في الماء. إذا كل هذه المسائل أو التلوث ديال الهواء يؤثر بشكل سلبي على مجموعة من المنظومات البيئية وخاصة خاصة المجال الغابوي والغطاء النباتي إضافة إلى أضرار تتسبب في إصابة الأنواع الحيوانية والنباتية في الأنهار والمحيطات. هناك أضرار كذلك أضرار ديال هذه الأمطار الحمضية يمكن أن تصيب كذلك المباني. حتى المباني حتى هي لم تسلم من إشكالية ديال التلوث الهوائي. إذا المياه الحمضية تصيب أنابيب مياه الشرب لإشكالية ديال التآكل لاكوغوزيون كما كنسميو حنا، ثم تؤدي إلى تآكلها. كاين تضرر البنتاغو هذا اللي كاين في أثينا تاج محل في الهند، كلها تضررت بسبب الأمطار الحمضية بسبب التلوث. إذا قلنا الأمطار الحمضية خصنا نمشيو مباشرة إشكالية ديال التلوث، لأن لولا التلوث لما كانت هناك أمطار حمضية. على سبيل المثال تعاني الأراضي الإسكندنافية من أمطار حمضية ناتجة من الصناعات البريطانية. هنا قلنا بأنه كاين داك المشكل ديال انتقال ديال الملوثات وتفاعلها مع الماء أدى إلى هذه الأمطار الحمضية. مشكل كذلك بعد الأمطار الحمضية هناك إشكال آخر وهو مرتبط ارتباطا كبيرا بإشكالية التغيرات المناخية وما يسمى بالاتزان أو ما يسمى بالاحتباس الحراري. إذا ما هي هذه الدائرة؟ دائرة الاحتباس الحراري. إذا فهي الارتفاع فقط ببساطة هي الارتفاع التدريجي أو الارتفاع في درجة الحرارة ديال الكرة الأرضية. هو الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي المحيط بالأرض. وسبب هذا الارتفاع هو ماذا؟ هو الارتفاع أو الزيادة في انبعاث غازات دافئة وهي الغازات المسببة في الاحتباس الحراري. قلنا علاش الغازات الدافئة؟ علاش كتسمى الغازات الدافئة؟ لأنها تسبب في الرفع من درجة الحرارة في تدفئة الغلاف الجوي للكرة الأرضية. هذه الغازات كاين أولا الماء، عندنا الماء وغاز مسبب في الاحتباس الحراري بالأحرى بخار الماء. ثم عندنا ثاني أكسيد الكربون وهو الغاز الأكثر تسببا في الاحتباس الحراري. ثم عندنا أكسيد النيتروز، ثم عندنا الميثان، ثم الأوزون أوتروا. ماشي الأوزون اللي كاين في الطبقة ديال الستراتوسفير الطبقة ديال الأوزون، وإنما الأوزون ديال الطبقة السفلى ديال الكرة الأرضية الذي يأتي من خلال تفاعلات كيميائية. ثم عندنا الكلورو فلورو كربون كتسمى CFC، كتسمى CFC. هذا يسبب بشكل كبير في الثقب ديال الأوزون. إذا CFC هو من مسببات ديال الثقب ديال الأوزون، والCO2 يسبب في الاحتباس الحراري. أما الغازات الأخرى فهي موجودة ولكنها تسبب واحدة النسبة اللي هي ضئيلة بالمقارنة مع ثنائي أكسيد الكربون. تلعب غازات الدافئة دورا حيويا ومهما في اعتدال درجة حرارة سطح الأرض. إذا هذه الغازات الدافئة التي نرى وخا هي ستسبب في ارتفاع درجة الحرارة إلا أن لها واحد دور كبير في الاتزان الحراري كذلك. لأن لولا هذا الغازات الدافئة لما كان العيش في الكرة الأرضية، لأنه في غياب الغازات الدافئة إذا غتكون درجة الحرارة ديال الكرة الأرضية غتكون ناقص 18 درجة، ولا يمكن العيش في واحد المحيط ولا
في واحد الفضاء اللي فيها ناقص 12 درجة. إذا هذا الغازات الدافئة إذا لها واحد الدور في ملف تدفئة الكرة الأرضية وبالتالي الحياة في الكرة الأرضية. إذا كيف تحدث هذه الظاهرة؟ على ظاهرة الاحتباس الحراري. إذا إذا شفتوا هذا النص، إذا تنقص الأرض الطاقة المنبعثة من الإشعاعات الشمسية، إذا تنقص الأرض، إذا الطاقة المنبعثة من الإشعاعات الشمسية، وهذه الطاقة عبارة عن أشعة تحت الحمراء، تحت الحمراء بالضبط، وتعكس جزء من هذه الإشعاعات إلى الفضاء الخارجي، وجزء من هذه الطاقة أو الإشعاعات يمتص من خلال بعض الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. هذه الغازات هي الغازات الدافئة التي تلعب دورا حيويا ورئيسيا في تجعل الحياة ممكنة على سطح الكرة الأرضية. هذه الغازات تقوم على امتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الأرض وتحتفظ بها في الغلاف الجوي. تمام؟ إذا هذه الغازات إذا شحال هذه؟ إذا كل هذه الغازات لن تنقص يعني الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الأرض وتحتفظ بها في الغلاف الجوي لتحافظ على درجة حرارة سطح الأرض ثابتة أو بمعدلها الطبيعي بحدود تقريبا 15 درجة المعدل ديال درجات الحرارة ديال الأرض كلها. ولولا هذه الغازات توصلت درجة حرارة سطح الأرض إلى 18 درجة تحت الصفر. يعني لولا وجود هذه الغازات رغم خطرها لما كان العيش ممكنا بالكرة الأرضية. غير الارتفاع هذه الغازات على الحد ديالها إذا أدى إلى الاحتباس الحراري. يعني الحركه الزياده هذه الغازات على الحد المعروف ادى الى هذا الاشكال. الغازات الدافئه وارتفاع درجه الحراره سطح الارض نتيجه للنشاطات الانسانيه المتزايده وخاصه الصناعيه منها اصبحنا نلاحظ الان زياده الغازات الدافئه لدرجه اصبح مقدارها يفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي. لأن الناس الغلاف الجوي في حاجة إلى هذه الغازات، ولكن الارتفاع على هذه الحاجة أدى إلى الاختلال على مستوى التوازن البيئي. وجود كمية إضافية من الغازات الدافئة وتراكم وجودها في الغلاف الجوي يؤدي إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من الطاقة الحرارية في الغلاف الجوي، وبالتالي تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع. وإذا ارتفعت درجة الحرارة هناك إشكالات كبيرة ومشاكل كبيرة سوف تحدث للكرة الأرضية، وسوف نرى إن شاء الله هذه الإشكالات. هذه المبيانات إذن توضح بشكل كبير العلاقة الافتراضية الموجودة بين ارتفاع ثنائي أكسيد الكربون و حرارة ديال الأرض، خاصة هذه المبيانات مثلا إذا كيبين لنا يعني الارتفاع ديال درجة الحرارة مع ارتفاع ديال غاز ثاني أكسيد أو ثنائي أكسيد الكربون. إذا في البداية هذه العام 1000 تقريبا 1800 تقريبا نلاحظ ان هناك استقرار ديال ثاني اكسيد الكربون، ولكن بعد هذه السنه بفعل الثوره الصناعيه الى اخره واكتشاف الفحم العجلي واستعمال النفط الاحفوري الى اخره هناك ارتفاع ديال السود في الهواء ادى كذلك الى ارتفاع ديال درجه حرارة الأرض، وهذه نسبة في الزيادة، بالتالي درجة الحرارة كذلك ستكون في الزيادة.
بالإضافة إلى ذلك هناك ارتفاع في الغازات الأخرى، غاز الميثان ثم غاز الأوزون. يعني فقط كتوضيح كنرى أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع درجة الحرارة وغاز ثاني أكسيد الكربون. التأثيرات الممكنة، التأثيرات التي يمكن أن يسببها هذا الارتفاع درجة الحرارة. من أهم التأثيرات هناك تمدد مياه المحيطة، المياه الساخنة تشتغل حيزا أكبر. إذا بسبب هذا التغير في درجة الحرارة أو في ارتفاع درجة الحرارة، إذا سيحدث ما يسمى بتمدد في المياه ديال المحيطة. يعيش في المناطق المنخفضة وبالقرب من البحار ملايين الأشخاص. أماكن سكنها مهددة بالغرق بسبب الاحتباس الحراري. ارتفاع منسوب الماء من الممكن أن يؤدي إلى زيادة ملوحة في المياه الجوفية القريبة من الساحل، يسبب تغلغل مياه البحر إليها. هذا الإشكال من الإشكالات ديال التغيرات المناخية، لأن يعني المناطق الساحلية في خطر. والصورة الآن إذا توضح يعني كيف كانت القارة قبل ونبات ارتفاع درجة الحرارة. تخلي بال هذه المناطق الساحلية، يعني المناطق الساحلية المهددة بهذا الإشكال. ثم ارتفاع مستوى البحر يهدد المناطق المنخفضة، والصور كتحدث على نفسها. إذا نلاحظ لأن الإشكال الذي يسببه هذا الاحتباس الحراري. إذا كل الصور إذا توضح هذه الإشكالية. في عالم أكثر حرارة من الممكن أن يرتفع منسوب البحر. وهذا يعود إلى ذوبان القطبين وزيادة منسوب مياه البحر. حيث لدى القطب إذا بطريقة مباشرة سوف يرتفع منسوب ديال البحر. ثم هذه الصورة الثانية توضح بعض القمم الثلجية البيضاء التي تكسو جبال كليمانجارو كمثال، وجبال القمر في أوغندا هي على وشك الاندثار. علاش؟ بسبب التغيرات ديال المناخ، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، يعني هي الثلج راه داب. فقد وصلت الآن إلى مستويات متدنية جدا، فهي مجرد جزء بسيط مما كانت عليه قبل 20 سنة. ويقدر العلماء أنه إذا ما استمر هذا النهج، يعني إذا ما استمر هذا الإشكال للتغيرات المناخية، فإنها ستختفي تماما خلال 20 أو 50 عاما. وهذا هو ما يحدث للمتجمدات في جبال الأنديز في أمريكا اللاتينية، وجبال الهيمالايا، جبال الألب في جبال الألب في أوروبا. المسائل ربما واضحة، يعني كان قول بأنها تترجع يدو بسبب الارتفاع ديال درجة الحرارة. تلج إلى درجة ترتفع واحد الدرجة ديال الحرارة كبيرة، إذا غتبقى كيدوب بسبب هذا الإشكال ديال عدم الاتزان درجة الحرارة. إضافة إلى ذلك، حالات طقس متطرفة بوتيرة عالية مثل فيضانات، عواصف قوية، مجبرة لازدياد وتيرة حالات القحط والجفاف، تغير حرارة الأمطار في الكثير من المناطق، بعض المناطق ستعرف ارتفاع نسبة الأمطار وأخرى سوف تقل، تضرر المناطق في العالم والتي تزود بكميات كبيرة من الغذاء مثل حقول القمح في الولايات المتحدة الأمريكية. في بعض المناطق سوف يكون من الممكن أن يترأى تحسن على مستوى المحصول الزراعي بعد أن كانت تعاني من إشكالية. إذا بالفعل هذه التغيرات المناخية ربما سوف تتحسن يعني الحالة. إذا هناك إشكالات ديال هذه التغيرات المناخية ربما واضحة، والكثير منكم يعلم هذا المسائل. هذا الصور إذا توضح يعني الإشكال ديال العواصف الرعدية
فيضانات الى اخره، يعني كلها اذا تسببتها يعني هذا الاهتزاز في درجه الحراره. اشكال كذلك ديال هذه التغيرات المناخيه اشكال ديال ثقب ديال الاوزون، السبب ديالو كذلك هو التلوث ديال الهواء، وقلنا بالاخص هو داك السي اف سي اللي قلنا ديك الساعه، يعني اللي هي مركبات تحتوي على الكلور، هاد الغازات تحتوي على الكلور، هي اللي تسبب في الثقب ديال الاوزون، لانها اصلا مواد اللي هي عرفت التسميه ديالها بالعربيه ديغراداسيون، يعني ما كتديغراداش في الجو، وبالتالي التحلل لا تتحلل او لا تتفتت في الهواء، اذا فتسبب ثقب على مستوى الاوزون، اذا تعد طبقه الاوزون وثقبها من اهم العوامل التي تهدد كوكب الارض، لان اصلا هذه الطبقه ديال الاوزون عندها واحد الدور كبير جدا في ماذا؟ في منع الاشعه فوق البنفسجيه من الدخول الى الكره الارضيه، لان هذا الاشعه فوق البنفسجيه اللي تسبب امراض كثيره، خاصه امراض ديال الجلد او سرطان ديال الجلد. وكنعرفوا بان الاشعه فوق البنفسجيه هي عباره عن انواع، كاين الاشعه فوق البنفسجيه ا وبي الى اخره، اذا هذا الثقب ديال الاوزون بحال قلنا بحال الواقي من دخول هذه الاشعه فوق البنفسجيه الى الكره الارضيه، هناك واحد النسبه اذا تدخل، ولكن النسبه الكبيره اذا تنعكس بفعل الاشعه او بفعل الاوزون، وهذه الطبقه ديال الاوزون على فكره اذا توجد في الطبقه ديال الستراتوسفير، لان كاين جوج ديال الانواع ديال الاوزون، كاين الاوزون ستراتوسفيري وكاين الاوزون تروبوسفيري، يعني التروبوسفير يعني كاين في الطبقه القريبه من الكره الارضيه، وهذا الاوزون اللي كاين في الكره الارضيه هو غاز سام، وهو غاز دفيء كذلك مع الغازات الدافئه، ولكن ذاك الغاز الاخر هو غاز اذا نافع، يعني له دور في العكس الاشعه فوق البنفسجيه. بعض الحلول المقترحه، هناك حلول كبيره ولكن هذه فقط بعض الحلول المقترحه، هناك رفع الوعي البيئي لدى الراي العام، تشجيع الجماهير على المشاركه في حمايه البيئه، تحسين هيكل الطاقه يعني الطاقه المتجدده، خاصه تعزيز تطوير التكنولوجيا، خاصه وتعويض الفحم بتكنولوجيا بديله، رفع فعاليه توظيف الطاقه وتشجيع على توفير الطاقه كذلك، تنقية الملوثات قبل ان تنشر في الغلاف الجوي، تقليص الاعتماد على النفط كمصدر اساسي، خفض وتيرة القضاء على الغابات، اسمع بالمساهمة كذلك بفهم كبير في الانبعاثات ديال الغازات الدافئة، مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حرارة الأرض الجوفية، يعني استخدام هذه الطاقة بدل الطاقة ديال الفحم، مساعدة البلدان النامية على التقدم على مسار خفض انبعاث الكربون، تشجيع التكنولوجيا، ابتكار المصانع، إلى كلها حلول مقترحة من أجل الوصول إلى حل أو الخفض من إشكالية التغيرات المناخية وبالأحرى التلوث ديال الهواء. ربما هذه كانت مداخلة إذا قبل أن ننهي هذه المسألة ولأن نختم، هنا واحد المجموعة ديال الصور درت ليها واحد العنوان، بغيت غير المشاركة ديالكم وترك تعليق، يعني هنا الصورة وبغينا واحد التعليق يعني من الإخوان الحاضرين على الصورة والعلاقة ديالو كذلك بالموضوع ديال هاد المحاضرة. بالنسبة للصورة الأولى، أشنو كتبين لكم وما علاقة هذه الصورة إذا بالموضوع ديال المحاضرة؟ سير أحسن. السلام عليكم. الصورة كما كتبين الدخان ديال المزرعة اللي فوق الجزر، يقول لك الدخان هو سبب الاحتباس الحراري والتلوث الهوائي الذي هو الأمطار الرحيم الغيا، حيت الدخان كيحمل جميع دوك
كل الأحمر اللي قلناه وما الأسباب ديال التلوث. إذن هذا مصدر من مصادر التلوث كما قلنا في الأرض. إذن قلنا بأن المصانع تلعب دورا كبيرا في إفراز غازات سامة تسبب في الأمطار الهندية، تسبب كذلك في الاحتباس الحراري، وهناك كذلك مصادر ديال المصادر الصناعية إذا تسبب كذلك في الثقب ديال الأوزون، خاصة المصانع اللي كتخدم في هذا الشيء ديال التبريد، لأن المصانع لأن كتعتمد على السي إف سي في الغالب، وتم تعويضها مؤخرا، ولكن رغم ذلك هناك إشكال ديال هذا الثقب ديال الأوزون لأنه ما زال في تزايد. بالنسبة للصورة الثانية، الصورة الثانية هذا كان لاحظوا هنا كاين واحد المجموعة ديال الملوثات، غير نربطوا هذا الشيء بالموضوع ديال المحاضرة. نعم. أثر التلوث على صحة الإنسان. نعم. سواء على جانب العصب. العصبي. نعم. إذا نلاحظ هنا تأثير الغازات الدافئة أو التلوث ديال الهواء على الجهاز التنفسي خاصة وكذلك الجهاز العصب. الصورة الثالثة، الأمطار. حمضية ولا أمطار؟ إذا قلنا بأن التغيرات المناخية إذا يمكن أن تسبب اضطرابات على مستوى المناخ. هاي اختلال ديال التوازن البيئي والأمطار يعني تأتي في غير وقتها، ويمكن أن تأتي في وقتها ولكن بوتيرة كبيرة جدا. واش عمركم شفتوا الشتاء في الصيف؟ وراه كاينة بسبب ماذا؟ بسبب هذه التغيرات في المناخ. الصورة الرابعة. نعم. الصورة الرابعة أحد المستشفى منها فقد نلاحظ أن ارتفاع أو يمكن يمكن أنت شيء واحد لكل المخلفات ديال المصانع كيحرقوها يمكن يكون سبب من أسباب التلوث. ممكن. ده كله يعني ده الشيء علاش بدنا نعطيو تعليق، يعني جميع التعليق يعني ممكن يعني فقط نربطها بالموضوع. إذا يمكن أن تكون هذا يعني الارتفاع أو الانبعاث ديال الغازات السامة التي تأتي من خلال هذه المصادر الطبيعية اللي قلنا ديك الساعة بأن الحرق ديال الغابات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ديال الغازات الدافئة في الهواء خاصة السؤدود، لأن السؤدود ينطلق الاحتراق. هذا ارتفاع في غاز ثنائي أكسيد الكربون ده يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي يعني الآثار الأخرى التي ينتجها هذا الارتفاع. الصورة الخامسة، التأثيرات الممكنة، من بين التأثيرات الممكنة ديال الاحتباس الحراري هناك ارتفاع ديال المنسوب المياه، يعني المناطق الساحلية إذا تعرضت لهذا الإشكال بحال التسونامي، أي التسونامي هو الكلمة والإعصار إلى آخره. نعم. دي إلى ذوبان الجليد، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، يعني ارتفاع يعني الغازات الدافئة يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ديال الأرض، يؤدي إلى ذوبان. نعم صحيح، ولكن هذه الصورة ممكن. نعم، إذا كان هذا يعني ارتفاع ديال منسوب المياه يمكن أن يكون يعني ناتج ديال الارتفاع أو لا سببه هو الذوبان ديال الجليد. يمكن يكون تعامل القوات. هذاك بوحده. الصورة السادسة، إذا كلها تأثيرات ممكنة. غير واضحة. هنا الإشكالية ديال القحط، إشكالية ديال الجفاف، إشكالية ديال الجفاف بسبب الارتفاع في درجة الحرارة.
صلاة سريعة. ها؟ نفسي يا صلاة. ها؟ هذه لماذا ترتبط؟ الأمطار الهندية. الأمطار الهندية يعني تأثير الأمطار الهندية على الغابات وعلى الغطاء النباتي بصفة عامة. هذا الصورة الصورة ديال أكادير في المستقبل ديال الأيام، ولكن ما عرفتش أنت لكن هذا الشيء المهم مرتبطة بالحلول ربما. حلول ديال هذا ارتفاع درجة الحرارة. هذا بحال واحد التقدير كان دارته البلدية ديال أكادير. الهدف ديال هذا الشغل شي هو الخفض من انبعاثات الغازات السامة واستعمال طريق سيار ديال استعمال طريق يعني ديال الحافلات بدل الحافلات الأخرى، ولكن داك الشيء اللي بقى غير كما قلت لك ساعه في الأوراق فقط. أما يجينا الواقع، الواقع هو شيء آخر. وشتو الصورة اللي كاينة لكم هنايا؟ هذه يعني بحال قلنا الرؤية المستقبلية للخط الرابط بين مدينة تيكيوين و تشيرا، ولكن هذا الشيء فقط في الأوراق، ولكن مازال ما كاينش. هادشي راه كاين في الأوراق، ولكن التطبيق ديالو مازال. نعم. التاسعة تعتبر على أن الإنسان يجب أن يتجه إلى الطاقة البديلة. نعم. الطاقة الشمسية، الطاقة بدل الطاقة البحرية التي تؤدي. صحيح. إفراز الغازات. نعم صحيح. إذا الاتجاه إلى يعني استعمال طاقة أخرى بدل طاقة الفحم. وهنا يعني كنشوفوا يعني الاستعمال ديال الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة التي يتم استعمالها والتي لها واحد الأثر اللي هو سلبي على المناخ وعلى الأرض اللي هو الارتفاع ديال درجة الحرارة. الصورة العاشرة كنصبوا في نفس الاتجاه، يعني استعمال الطاقة الريحية والهوائية. ثم الصورة 11 يعني استعمال الطاقة الميكانيكية كبديل إنتاج الطاقة عوض الطاقة اللي قلت هنا عن طريق البترول أو الفحم الهجري. إذا شكرا على حسن إصغائكم وتدبركم، وشكرا على هذا الكتاب. شكرا سي أحمد الشاذلي على هذه المداخلة المتميزة، شكرا على هذه المعلومات القيمة، شكرا على هذه الوقفة العلمية البيئية المستضيفة أو المقتضبة حول الموضوع، خصوصا هذا الموضوع لا تكفيه جلسة أو ندوة علمية في ساعة أو ساعتين، وإنما يحتاج إلى أيام دراسية وأيام من أجل مناقشة والخروج بتوصيات وحلول يمكن أن نسقطها على مستوى المحلي.